السيدات والسادة الحضور الكريم. يأتي شهر اكتوبر من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد، تلك الايام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالابطال والشهداء، ونحيي ذكرى انتصارات اكتوبر العظيمة التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديده من طلبه الاكاديميه العسكريه المصريه لينضموا الى ساحات الشرف والبطوله مدافعين عن امن مصر وسلامه شعبها بعد ان تم اعدادهم وفقا لافضل وارقى المستويات العسكريه والعلميه شعب مصر العظيم في مثل هذه الايام منذ واحد وخمسين عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكره هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارا يذكر الجميع دائما بان هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال، بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل. تظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة. ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزه بابنائها قويه بمؤسساتها شامخه بقواتها المسلحه وفخوره بتضحيات ابنائها ان ما حققته مصر في حرب اكتوبر المجيده سيظل ابدا سيظل ابدا الدهر شاهدا على قوه اراده الشعب المصري وكفاءه قواته المسلحه وقدره المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم السيدات والساده ياتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر اكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقه في تاريخ منطقتنا التي تموج باحداث داميه متصاعده تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد امن وسلامه بلدانها وياتي هذا التصعيد الاقليمي وسط اجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من اجل بناء قوتنا المسلحه للحفاظ على سلامه هذا الوطن الغالي وتبديد اي اوهام لدى اي طرف ان اللحظه التاريخيه الفارقه التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتاكيد مجددا بان السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الامن والمستدام بين شعوب المنطقه وان التصعيد والعنف والدمار يؤدون الى دفع المنطقه نحو حافه الهاويه وزياده المخاطر اقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح اي شعب يرغب في الامن والسلام والتنميه. ومن هذا المنطلق فان مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضروره اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله كسبيل وحيد لارساء السلام والامن والاستقرار للجميع. شعب مصر الابي الكريم اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة، التي لم ولن تتخلف يوماً عن التصدي لتحمل المسؤولية مهما ثقلت، وتأدية الأمانة مهما بلغت تحية، مهما بلغت تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة. وسلاما على شهداء مصر الابرار من القوات المسلحه الذين ضحوا بارواحهم فداء لشعبها وتحيه لاسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوه الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا كما نتوجه بتحيه احترام وتقدير متجدده الى روح البطل الشهيد الرئيس محمد انور السادات بطل بطل استرداد الكرامه والارض بالحرب والسلام بالشجاعه والرؤيه الاستراتيجيه ونقول لروحه اليوم انما وهبت حياتك من اجله لن يضيع هدرًا او هباء بل وضع الاساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيا مرفوع الراس على ارضه لا ينقص منها شبر ولن ينقص باذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم. ودعوني ودعوني اؤكد في ختام كلمتي ان سلامه هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية. لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ. وإن اختلفت صورها وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب. وسيستمر تقدمها للامام محفوظا بنصر الله ورعايته واراده وعزيمه ابناء هذا الشعب الكريم كل عام وانتم بخير ودائما وابدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته